حياتك أسهل مع فيصل خالد. السلام عليكم ورحمة الله، سعد الله أيامكم ولياليكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حديثنا عن النجاح. العديد من الناس يظن بأن النجاح المالي هو النجاح الوحيد، وهذا كلام غير صحيح. كل شخص لديه قدرة على أن يكون ناجح، سواء لديه مال أو لم يكن لديه مالا. وعلينا أن ندرك بأن المال هو وسيلة، وهذه الوسيلة أو هذه الأداة يمكن الحصول عليها، سواء أن تكون أنت ممتلكا لها أو مستخدما لها. أعطي توضيح: ممكن أن تكون أنت رب المال، إنجاز التعبير، مالك المال، وممكن أن تكون أنت من يدير هذا المال وتحصل على نتائجه. جيد، ممتاز. طيب، هناك نجاح فكري وهناك نجاح حركي فعلي، وهناك نجاح مشاعري، وهناك نجاح لغوي، وهناك نجاح بصري، وهناك نجاح سمعي. وتستطيع أن تمزج بين جميع هذه النجاحات، وهي كثيرة أكثر مما ذكرت. هناك من هو ناجح في المجال الإذاعي، من هو ناجح في الكتابة، في الصحافة، في التأليف، من هو ناجح ومبدع في الرياضة، وهناك من هو ناجح في العلاقات الاجتماعية، وهناك من هو ناجح في علاقته بالله عز وجل، وكم من فاشل في الدنيا. النجاح الأكبر والنجاح الأعظم هو أن تنجو وتخرج من هذه الدنيا بسلام. أما الأدوات والإمكانيات فهي متاحة لجميع البشر، وفقا للقدرات، وفقا للسياق، وفقا للإمكانيات، وفقا للظروف، ظروف الحالة، ظروف الشخصية، ظروف الزمان، ظروف المكان. لابد أن تتعرف على نفسك، لابد أن تعرف قدراتك، مهاراتك، إمكانياتك، تتعرف على ذاتك وعلى محيطك، وكيف ممكن أن تستفيد منه، كيف ممكن أن تنتج منه. هي عبارة عن مجموعة متمازجة من الاعتبارات ومن العناصر تشكل نجاحك الفردي أنت لوحدك، وتفوقك الشخصي أنت لوحدك. وإذا تفوقت أنت في حد ذاتك، وعرفت نفسك، وعرفت بيئتك، وعرفت محيطك، وعرفت من أنت وماذا تريد وكيف تصل إلى ما تريد، ستستطيع أن تتعاون مع الشخص الصحيح أو الفئة الصحيحة أو المستوى الصحيح من التعامل في حياتك، في مجتمعك، على المستويين الدنيوي والأخروي. ومن الجميل أن تدرك أن النجاح الأخروي لا ينفصل عن النجاح الدنيوي، هناك ارتباط، هناك توازي، هناك تمازج،
هناك انسجام. يعني البعض في 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 بعض الحالات الاستشارية لما تأتي يقول لي، أقول للشخص يعني ارتبط بالله، اتصل بالله، اذكر الله عز وجل، ادعو الله عز وجل، وهلم جرى من العبادات الدائمة المستمرة في عملية الذكر والاتصال بالله عز وجل. فيقول ما لقيت وقت، والشباب ما عنده وقت. صباح الخير يا الحبيب، الله يرضى عليك ويبارك فيك. كيف ما عندك وقت؟ كيف ما عندك وقت؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. استحضار النية في كل عمل مباح أنت تعمله، هذا يقودك تلقائيا للآخرة. تغسل سيارتك، واستحضار نية أنك تكون نظيف، مسلم نظيف، ها، هذه عبادة. وتتغسل سيارتك، تطلع بالدراجة، تجري، تمشي، تقوي جسدك حتى تكون قوي، مسلم مؤمن قوي، متزن نفسيا، متزن جسديا، هذه عبادة لله عز وجل، لأنك تتقوى لما؟ لطاعة الله عز وجل. ولما أنت موجود هنا؟ أنت موجود لإعمار الأرض. اخترعت شيء؟ ما اخترعت، ها؟ أنتجت شيء؟ ما أنتجت. طبعا الجواب للأغلبية. ليه؟ اتكلنا، بل تواكلنا. اتكلنا على الآخرين، طيب، وتواكلنا على الله عز وجل. يعني خلينا غيرنا يتعلم ويتطور وينجح ويبيع منتجات النجاح، ثمرة الاقتصاد المعرفي، علينا ونحن نشتري، نشتري الثمار. طبعا ما نشتري المعرفة، جيد، نشتري الثمار، علما أن المسلمين الأوائل ومنذ فجر التاريخ، العلوم التي نراها هي علوم تراكمية، تراكمية، يعني الكل شارك فيها بما فيها أجدادك الأولين. والحياة دول، يوم لك ويوم عليك. الذي يبقى أنك لا ترتبط بالجسد المريض. إذا كنت قادر أنت وقوي في حد ذاتك وتمتلك القدرة الفردية على الإنتاج، يعني لا تقول والله مجتمعنا، وتضع المجتمع شماعة، لا، أنتج أنت. أنت ما هو إنتاجك؟ ماذا تقدم؟ ما هو أثرك في الحياة؟ ماذا أنتجت؟ احنا نقول أن البيئة المحيطة بك بيئة غير منتجة وغير مساعدة على الإنتاج، جيد، ونتحدث عن الإنتاج بكافة صوره. المسألة نسبية ولا نتحدث عن التفاصيل بدقتها، لكن نحن الآن نتحدث عن العصر الراهن، لسنا في عصر النهضة الذهبية. لابد أنت أن تقدر نفسك، تحترم نفسك، وتثق في نفسك. أنت لوحدك قادر على أن تتطور في ذاتك وتنتج وتقدم. المطلوب منك أنك تسعى وبغض النظر عن النتيجة. تعلم وعلم، افهم وفهم، شارك المعرفة، هذا نجاح، هذا
نجاح، أرشد إلى الصواب، هذا نجاح. ساهم في حل المشكلات المحيطة بك بأي نسبة كانت، هذا نجاح، لأنه مش مطلوب منك أنك تتجاوز طاقتك وقدراتك وإمكانياتك وصلاحياتك وما أتيح لك في هذا الظرف أو ذاك. أنت بنفسك تقدم، وقدم ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليه؟ لأن إنما الأعمال بالنيات، أنت ستجازى على النية العظمى الكبرى، جيد، بينما المطلوب منك أنك تؤدي ما استطعت. فالعمل مهم، هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. لا تتكل على غيرك، تقول والله هناك من هو أعلم، هناك من هو أجدر. طيب أنت صر أعلم وأجدر بإذن الله عز وجل، تستطيع. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، هي خطوات. نهاية حياتك أنت ما تعرفها، لذلك اعمل الآن كأنك تعيش أبدا. طيب اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لأخراك كأنك تموت غدا. النجاح أن تدرك سبب وجودك في هذه الحياة ابتداء، وتعرف نفسك من أنت، وتعرف ما المراد من وجودك في هذه الحياة، وأن تتعرف على الأدوات التي تحقق لك مفردات هذا الوجود. لأن أنا أريد أن تركز، ركز، الموضوع يحتاج إلى تأمل، وتأمل بسيط جدا، جلسة جميلة زي هذه وتصل إلى نتيجة بإذن الله عز وجل. مع أن البعض يهرب من نفسه، يعني ما يبغى يجلس مع نفسه، ما يستطيع يجلس مع نفسه، يشعر بقلق بتوتر من نفسه، وإذا جلس مع نفسه واستخدم الطرق الخاطئة في الحلول اكتئب، فهو يبحث عن الملهيات، يريد أن يضحك، يريد أن ينبسط وما إلى ذلك. عموما النجاح ممكن، النجاح سهل جدا، المسألة المتعلقة بموضوع النجاح والناجحين هي الاستمرارية على النجاح. أما أنت فأنت ناجح، أنت متميز، ابحث عن تميزك، ابحث عن نجاحك في داخلك، أنت شخص رائع، قد يكون عليك شيء من الغبار، انفض هذا الغبار، ابحث عن الإيجابيين، تعامل مع الناجحين، دعك من الفشلة، دعك من الفشلة، لا تسل عن هالك كيف هلك، بل سل عن ناج كيف نجا. أكتفي بهذا، والسلام عليكم.